أكد الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة ترسيخ التضامن والتعاون العربي بما يصب في ازدهار الأمة العربية ويحقق تطلعات أبنائها. جاء ذلك لدى لقائه رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة في دورة 33، حيث أشار ولي العهد إلى أن استضافة مملكة البحرين للقمة تأتي تجسيدا للالتزام المملكة الدائم تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك.